سامح حمدي قائد الطائرة المصرية نحو الأمان والاستقرار. نجح الدكتور سامح حمدي في قيادة الكرة الطائرة المصرية إلى بر الأمان رغم توليه المسؤولية بشكل مؤقت، إلا أنه تمكن من إدارة اتحاد الكرة الطائرة في توقيت غاية في الصعوبة. وجاء سامح حمدي على رأس اللجنة المؤقتة المعينة من قبل مسؤولي اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة لوضع خطة تنفيذية مدروسة لإعادة الكرة الطائرة المصرية إلى منصات التتويج القارية والعالمية، بالإضافة للعمل على معالجة أوجه القصور المالي والإداري الموجودة بمنظومة اللعبة لتحقيق قدر من الاستقرار وتهيئة الأجواء لوضع الكرة الطائرة المصرية على الطريق الصحيح. تولى سامح حمدي الذي كرس حياته لخدمة الكرة الطائرة المصرية المهمة الثقيلة بالعمل في صمت دون ضجيج، محددا موضع العلة والعمل على التدخل الجراحي، إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهي سفن الرجل المتمرس بعدما تزامن قرار تعيينه مع توقف النشاط الرياضي في مصر والعالم نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد. لم يستسلم صاحب القدرات الإدارية الكبرى والتي تعلمها في النادي الأهلي أعرق المدارس الإدارية في مصر والشرق الأوسط، وقرر طرق كافة الأبواب لتنفيذ المهمة على الوجه الأكمل، فقام بتصحيح المسار وأعاد الاستقرار لأسرة الكرة الطائرة المصرية، ورفض رفضا قاطعا إلغاء الموسم الرياضي للكرة الطائرة بالتزامن مع توجه الدولة في عودة الحياة إلى طبيعتها في شتى المجالات ومن بينها الرياضة، مع تطبيق بروتوكول صحي وإجراءات احترازية مشددة. فعادت الحياة إلى مسابقات الكرة الطائرة على صعيد الدرجة الأولى وكذلك مراحل الشباب، فكان سامح حمدي حاضرا في تتويج الماسترز ببطولة الدوري العام رجال، وهي البطولة التي نجح نسور القلعة الحمراء في التتويج بها قبل نهاية المنافسات بجولة واحدة، وكذلك التتويج بلقب بطولة كأس مصر. وعلى صعيد السيدات فقد نجحت سيدات الذهب بالنادي الأهلي في الحفاظ على عرشهن والتتويج ببطولتي الدوري وكأس مصر، بالإضافة إلى بطولات الشباب والآنسات، ليحقق سامح حمدي نجاحا رائعا في إدارته للاتحاد المصري للكرة الطائرة بعدما أعاد النشاط الرياضي في مختلف المسابقات ووضع استراتيجية العمل في الاتحاد للفترة المقبلة، مع التمهيد لعقد جمعية عمومية لاختيار مجلس منتخب للاتحاد المصري للكرة الطائرة قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية طوكيو والمزمع عقدها بحلول العام المقبل، ليواصل سامح حمدي جهوده في خدمة الرياضة المصرية بشكل عام والكرة الطائرة بشكل خاص بكل تجرد وإنكار للذات ودون مطامع في مناصب، فجاءت قراراته بمثابة أهداف حاسمة لتعديل مسار اتحاد الكرة الطائرة، وهو ما نجح فيه بالعلامة الكاملة.